السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في قناتي وصفات زينة. فاصوليا طويلة تعرف ب أسبارغوس يارد لونج بين، وتختلف عن الفاصوليا العادية المعروفة ب فرنش بين، وقد تصل طولها من 30 إلى 80 سنتيمتر، وتكثر زراعتها بشكل رئيسي في شرق آسيا وجنوب شرقها، وتدخل في إعداد الأطباق الآسيوية قدير كالآتي: نقوم بقطع الفاصوليا الطويلة بطريقة مائلة كما هو موضح في الفيديو. نشوح الزنجبيل في زيت قليل، ثم نضيف الفاصوليا ونقلبها ونغطيها لدقائق فقط. نضع الفاصوليا المطبوخة في الصحن ونتركها جانبا. في نفس القدر نضيف القليل من الزيت ونحمر شرائح الثوم الرقيقة، ثم نضيف اللحم ونتركه حتى ينضج. بعد نضج اللحم نضيف البصل ونتبل بالملح والكركم والفلفل الأسود ونقلبه جيدا. نضيف فنجان من صويا صوص المالح أو فيش صوص. نضيف الفاصوليا الخضراء ونقلبها جيدا. نقدم مع طبق الأرز الأبيض التايلاندي، وإلى جانبها ممكن تقديم دريسينج صوص سمك الأنشوفة الذي يعرف ب بودو. هل تريدون معرفة المزيد عن صوص سمك الأنشوفة؟ تابعوني في الحلقة القادمة بإذن الله. آمل أن تنال الوصفة إعجابكم. لا تنسوا عمل لايك إذا أعجبكم، ومشاركة الوصفة مع أصدقائكم، والاشتراك في قناتي لتصلكم أحدث وصفاتي. ودمتم في أمان الله وحفظه.